السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية وسلسلة فيديوهات حل المحافظات. النهاردة هنحل مع بعض محافظة الأقصر الترم الثاني العام الدراسي 2022-2023. طبعا ما ننساش اللايك والشير للفيديو، نفعل الجرس ونسيب تعليقنا على الفيديو أو أي استفسار عندكم ممكن تصيبه لي في التعليقات. هنبدأ أول سؤال مع بعض، وهو سؤال الدايلوج. بيقول لي فانس ذا فولوينج دايلوج. عندي هنا بيقول لي ندى أند سهى أر توكينج أباوت سولار إنرجي. طبعا هما بيتكلموا عن السولار إنرجي أو الطاقة الشمسية. قال واتس يور أوبينيون أباوت يو أباوت سولار إنرجي؟ What's your opinion about solar energy؟ إن هي طبعا what's your opinion يعني ما رأيك في السولار إنرجي؟ فقال له yes I agree energy from the sun is better. طيب ممكن يبقى نقول له what إيه؟ يبقى it is، يعني عايز أقول رأيي، يبقى طبعا ممكن أقول له it is على طول، أو ممكن طبعا أقول له I think أو in my opinion. I think أو in my opinion. It is مثلا أي حاجة، it's great, it's useful, it's not expensive وهكذا. أنا عايزة مدام بسأل برأيي ما أنا أجاوب بأي صفة، تمام؟ وممكن طبعا أقول I think أو أقول it is كذا على طول. It is كذا. طيب قالوا yes I agree energy from the sun is better. يبقى هنا طبعا إيه؟ يبقى هيقول له نو، هنا طبعا بيقول لي yes I agree، يبقى do you agree، do you agree that، وهاخد بقى نفس الايه نفس الجملة، يبقى do you agree that energy from the sun is better، فهيقول لي yes I agree. تمام، سأل سؤال قال له we can get it from the solar panels، يبقى هنجيبها من السولار بانل. يبقى هنسأل ازاي، يبقى how، عندي هنا في كان هجيبها في الأول، يبقى how can we get it، can we use them in our houses، نقدر نستخدمه في بيوتنا، يبقى طبعا yes we can. Do these panels produce pollution، هل البانلز دي بتنتج pollution، فقالوا that would be great، يبقى طبعا يبقى no they don't. هنبدأ في السؤال الثاني. طبعا بيقول لي read and complete the text with words from the list. عندي كلمة traditional تقليدي، والويفر اللي هو النساج، crops اللي هي المحاصيل، كان طبعا يستطيع، learned يتعلم، وطبعا الفابريك اللي هو النسيج. There are a lot of arts in Egypt. يبقى طبعا a lot of traditional. طبعا القطع دي عدت علينا قبل كده كتير. يبقى traditional arts in Egypt. I know about the traditional art of weaving at school. يبقى I learned. At school today. IAA uses a machine called loomer. يبقى طبعا a weaver. بيستخدم آلة اسمها اللوم، واللوم طبعا اللي هو النول. It crosses threads under and over each other to make طبعا fabric، عشان يعمل النسيج. Read the following then answer the question. يبقى هنقرا ون ايه ونحل الأسئلة. Teaching, sorry, technical education. Technical education طبعا اللي هو التعليم الايه؟ التعليم الفني. Technical education is very important nowadays. Is very important nowadays. يبقى ايه؟ يبقى مهم جدا تلك الايام. Without it, there would be no machines. يبقى من غيرها مش هيبقى في آلات. سوري نو ميكانكس، معلش الكتابة مش واضحة. Without it there would be no mechanics, electrician or nurses. يعني من غير التعليم الفني مش هيكون فيه لا ميكانيكية ولا كهربائية ولا حتى ممرضة. 60% of students go to technical schools.
في 60% من الطلبة بيروحوا المدارس الفنية. Students at technical schools learn skills، تعلموا مهارات that they can use in the world of work. These skills are extremely important. المهارات دي بتبقى مهمة. يعني مش عارفة ايه كلمة، هي دي important ولا impotent؟ For the future of our country. They can learn about work in hotels and shops. These skills can really help them after they graduate. There are many more technical schools around Egypt. يعني في كثير من المدارس الفنية حوالين في أنحاء مصر. Each school teaches different skills. Students who do very well at technical schools can continue to study at university. يعني الناس اللي بتجيب مجاميع كويسة في التكنيكال سكول ممكن تكمل في الجامعة. The government provides، يعني الحكومة بتوفر technical school with a lot of money، أو بتمدهم. يعني هنا كلمة توفر أو تمد، هنا بمعنى تمد، يبقى بتمد التكنيكال سكول دي بفلوس كتير جدا to buy modern equipment، عشان تشتري الأدوات الحديثة. It does its best to train students how to be skillful. طبعا skillful يعني ماهرين. Craftsmen اللي هو المهني أو مهنيين، إزاي يبقوا مهنيين ماهرين in the future. طبعا هنشوف السؤال الأول بيقول لي to the correct answer. The main idea of the passage طبعا بيتكلمني عن التكنيكال سكول. Technical schools teach طبعا different skills. بتعلم مهارات مختلفة. Good students at technical schools can to study at university، يبقى طبعا can continue. What does underline pronoun they refer to؟ طيب فين they هنا؟ قال لي they can learn about work in hotels and shops. طبعا دول اللي هم مين؟ طبعا اللي هم students. يبقى دي refers to students at technical schools. Summarize the second paragraph of the passage in one sentence. طيب عايز ألخص الباراجراف الثاني في one sentence، اللي هو بقى إيه؟ هو قال لي there are many more technical schools around Egypt. Each school teaches us different skills. والstudents كان يقدروا يكملوا في الجامعة، والحكومة بتدي بتوفر المال للمدارس دي عشان يتعلموا أو تطلع مهارات عالية. طيب أنا عايزة ألخص الكلام ده في جملة واحدة. طيب يبقى ممكن أقول يعني ممكن نقول not in the government ماشي provide ماشي provide schools أو technical schools. With all the money they need in order to train من أجل إيه؟ إن هم يدربوا their students to be skillful، عشان يبقوا ايه؟ يبقوا ماهرين. تمام. وممكن اقول برضو ان there are different technical schools that teaches او that teaches different ايه؟ different skills. يعني انا ممكن طبعا اكتب اللي انا عايزاه. طيب هنا do you like to join technical schools؟ why and why not؟ طبعا دي حاجة بترجع لك انت. يمكن اقول yes because
I like مثلا اللي هو المانيوال ورك، او I like مثلا لو ايه I like ايه ماشي، ما اقول I like manual work sorry اللي هو الأعمال اليدوية ماشي، ممكن أقول no because I like to go to university. يعني عشان عايزة أروح للجامعة، ممكن طبعا أحط الإجابة اللي أنا عايزاها. طيب هنا عندي number 4 to the correct answer. A or N is a damage caused to the air by chemical and waste. طبعا caused to the air يبقى هو air pollution على طول. Climate change is a global problem. The word global can be replaced، يعني can be replaced يبقى أنا عايزة السنونيم بتاعها، فكلمة طبعا global معناها international. A is the cutting down of trees in large areas، اللي هو قطع الأشجار، يبقى طبعا ده deforestation على طول. Sorry. Deforestation. We add the suffix to change the noun danger into adjective. طبعا عشان احولها لactive لadjective هنحط لها المقطع اللي هو ايه؟ أصل. Dangerous. There are many plants along the coast. This means there is. بيقول لي في كثير من النباتات بطول الساحل، يبقى فيها ايه؟ طبعا sea grass. Very good. A person writes news and articles for newspapers, magazines, and website. This means that he is طبعا ايه؟ And he is a journalist, news reader, editor, photographer. طبعا هو بيقول لي ان هو بيكتب الاخبار والمقالات للجرائد والمجلات والويب سايتس، يبقى ده طبعا هو الجورناليست. طبعا نيوز ريدر هو بيقرا الاخبار، والاديتور ده المحرر في الجريده. هنشوف سؤال الجرامر. A great project achieved in Egypt last year. طبعا دي برضه جملة passive، في last year يبقى في الماضي، يبقى هتبقى was، و achieve ال past participle بتاعها achieved. If he shut the door, the thieves not break into the house. طبعا هنا if he shut ده فعل في الباست سيمبل، يبقى الجملة دي حالة تانية، يبقى هتاخد هنا would not، تبقى wouldn't break. Before his death, the author published his latest collection of short stories. طبعا before his death يعني قبل وفاته، يبقى هنا في past perfect يبقى had published. We must avoid، طبعا avoid جرى ing، يبقى must avoid polluting، طبعا هنحذف منها ال e. Ali not used to like cheese but now he loves it. يبقى طبعا هتبقى didn't use to. طبعا الباراجراف بتاعي a short story about a trip you had last year. يبقى ده عن رحلة عملتها للريسايكلينج فاكتوري. طبعا موضوع غلس شوية، طبعا المفروض يعني بس احنا ممكن طبعا هن هن نيسره شوية، يعني ممكن أنا مثلا هتكلم عن الريسايكلينج، هحط مثلا مقدمة عن what is or what does recycling mean، ماذا تعني كلمة recycling؟ فأنا بقول مثلا إيه، أو وطبعا إيه أهميتها،
ومثلا ان الريسايكلينج از امبورتنت. is very important. طيب يعني فانا ممكن ابدا الباراجراف بتاعتي فنقول مثلا ان هو it is important to recycle our all the things, او هنقول ان recycling all the things is very important nowadays. It means that we can use our all the things again to make new things. ان انا ممكن استخدم الحاجات القديمه in to make new things. We can recycle our old toys, we can recycle rubbish, we can recycle the broken broken chairs and tables in our house. وبعدين هبتدي بقى ادخل على الموضوع بتاعي. اقول مثلا last year I visited a recycling factory, وهبتدي بقى احط بقى I went with my school, او I went on a school trip with my classmate to a recycling factory. We went by the school bus. All my friends were there. اللي شفناه بقى هناك, we saw a lot of machines that recycled all the things. We saw the, مثلا هبتدي بقى اقول مثلا the factory recycled all the toys, كان مثلا بيعيد تدوير all the toys. They used them to make new toys, يعملوا بيها لعب جديدة. ممكن أعمل إن هو كان بيعمل ريسايكلينج للربش to produce electricity. يعني ممكن أكتب, يعني أحاول أكتب في مواضيع كتيرة جدا. هو طبعا الموضوع غلس, لكن إن شاء الله أنا عارفة إن أنتم شاطرين وأنتم هتقدروا تكتبوا فيه كويس. أتمنى يا رب إن أنتم تكونوا اتوفقتم, وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى ليكون نجاح والتوفيق, وأتمنى تتابعونا السنة الجاية إن شاء الله مع الصف الأول الثانوي. Until meeting, goodbye and good luck.